نسير على بركة الله متابعينا الأفاضل مع انطلاقة شوطنا الرابع عشر الذي يحمل منافسة الأبكار الإذاع المهجنات الأصايل لأبناء الغبايل. مسافتنا هي المعتادة في هذا اليوم الخمسة كيلومترات الذي يتنافس عليها الجميع هنا في ميدان سيف العرب، أحد الأفرع التابعة لميدان المرموم بدانة الدنيا دبي. نسير مع المقدمة ونتابع المركز الأول والصدارة الضبية مطر بن عبيد بن قدير الاكتبي اللي يحتل المقدمة والمركز الأول، بينما الشاهنية تأتي على المركز الثاني لخليل بسيب بن أحمد بن خريده واللي يحتل ثاني المراكز، بينما ننتقل ونتابع المركز الثالث ثالث المراكز وعد لعلي بن صغير بن حمد العويسي اللي تأتينا على المركز الثالث، بينما ننتقل ونتابع المرتبة الرابعة اللي تأتينا هناك حلوة لخليفة بن حمد بن سليم الاكتبي على المركز الرابع، بينما أتابع المركز الخامس اللي تأتي فيه روعة لغانم بن مسفر بن غانم المنصوري اللي يحتل المركز الخامس في هذه اللحظات. هكذا نتيجتنا وندعينا للخمس المراكز الأولى في مسيرة هذا الشوط ليحمل هذه العناوين وهذه الشعارات. نعود إلى الصدارة ونعود إلى المقدمة إلى الريادة الأولى في هذه اللحظات اللي غيرت على المركز الأول في هذه المسيرة متابعينا الأعزاء، وغيرت وانتقلت انتقالة سليمة إلى المركز الأول في هذه اللحظات. الشاهنية خليل بن سيب بن أحمد بن محمد بن خريدة اللي يحتل المركز الأول في هذه اللحظات ويتسلل رويدا على مقدمة هذا الشوط، بينما أرى الغدوم والانطلاق على ثاني المراكز من الضبية المطر بن عبيد بن قدير الاكتبي تاتي على ثاني المراكز والمركز الثالث. هذه هي وعد علي بن الصغير بن حمد العويسي، والمركز الرابع تاتي في روعه لغانم بن مسفر بن غانم بالقوبع المنصوري ياتي على المركز الرابع، بينما المركز الخامس هذه الشاهنيه لخليل بن سيب بن احمد بن محمد بن خريده هو اللي يحتل المركز الخامس في هذه اللحظات. ندعنا الثاني مشاهدين الأعزاء ومتابعينا الكرام، أتممنا لحضراتكم في مسيرة هذا الشوط وفي انطلاقة هذا التحدي المتميز والجميل. أيضا نتابع الصدارة ونتابع ما يدور على مقدمة هذا الشوط من خلال هذه المسيرة. ما شاء الله نعود إلى المقدمة ولنا العودة إلى الصدارة وإلى المركز الأول في هذه اللحظات مع الشاهنية. هذه هي الشاهنية لخليل بن سيب بن أحمد بن محمد بن خريدة اللي ينطلق على الصدارة وعلى المركز الأول في هذه اللحظات، بينما ثاني المراكز اللي تأتي في الضبية لمطر بن عبيد بن غدير الاكتبي ياتينا على ثاني المراكز، والمركز الثالث اللي انضمت إلى الكوكبة الثلاثية في هذه اللحظات وتنطلق بكل قوة في هذه اللحظات. متابعينا الفاضل، هذه هي وعد علي بن الصغير بن حمد العويسي والمركز الرابع القادمة هناك من الجانب الآخر، روح غانم بن مسفر بن غانم المنصوري والمركز الخامس، خامس المراكز هذه هي حلوة لخليفة بن حمد بن سليم الاكتبي. الله يا سلام، بدأت تشتد المراكز
المعركة والمنافسة حلوت من خلال هذه المسيرة ومن خلال هذا التكتيك الرائع والجميل في هذا الشوط. يا سلام، ها هو بن خريدة، بن خريدة على الصدارة وتحركت هنا، وعد 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 هنا توفي بالوعد مع المركز الثاني لعلي بن صغير بن حمد العويسي، والمركز الثالث هذه هي الضبية لمطر بن عبيد بن غدير الاكتبي. الله، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، انطلقت 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 على الصدارة، وعد لعلي بن صغير بن حمد العويسي كما قدم لنا سلطة مع الشوط الماضي ليأتي ويقدم لنا وعد مع الصدارة الأولى مع المركز الأول للمرة الثانية للمرة الثانية في هذا اليوم. تهانينا والناموس لعلي بن صغير بن حمد العويسي على فوز وعد وانتزاعها لناموس هذا الشوط لحظة وصولها إلى خط النهاية معلنة هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني الشاهنية خليل بن سيف بن أحمد بن خريدة، والمركز الثالث اللي احتلته اللي هي الضبية مطر بن عبيد بن غدير الاكتبي. هكذا متابعين الكرام نتيجتنا للثلاث المراكز الأولى. نعود بالتهنية والناموس إلى مالكي أيضا اللي هي وعد علي بن صغير بن حمد العويس.